دكتور إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي. دكتور إيهاب مساء الخير. مساء الخير يا فندم، انا مش دكتور، ما معيش دكتوراه. ان شاء الله ان شاء الله تاخد دكتوراه وتبقى اكاديمي كمان. حضرتك فتحت موضوعين في غايه الاهميه، زياره الوزير الفرنسي واجتماع الحكومه المصريه. عاوز نعلق على اي واحد فيهم؟ يا ريت على الاثنين. نبدا بزياره الوزير الفرنسي وكلامه. خلينا واسمح لي حضرتك بقى، المساله مش فرنسا ومصر بس، لا انا هربط زياره الوزير الفرنسي بثلاث حاجات كده ورا بعض. اولا الانهيار في بعض الاسواق الناشئه زي تركيا وزي الارجنتين مؤخرا، يليهم ما حدث من قرار احدى الشركات الالمانيه الكبرى، شركه مرسيدس. ايوه اللي طبعًا قررت ترجع مصر، وطبعا رجع مش زي زمان، لا وضع مختلف. لو عاوز نشرح ليكم القرار الثالث هو او الحاله الثالثه كانت زياره فخامه الرئيس للنمسا، ليس بصفته رئيس مصر بيقابل رئيس النمسا، لا لكن بصفته رئيس الاتحاد الافريقي يقابل اوروبا في ضيافه النمسا. دي ما كانتش مصر والنمسا بس. لما اجمع الموضوعات دي على بعضها مع التحسن الملحوظ سواء في الاداء الاقتصادي المصري او في مناخ الاستثمار في مصر، انا اقدر اقول ان زياره الوزير الفرنسي والاعداد لزياره الرئيس الفرنسي لاحقا هي نوع من نقول ايه اسميه الاقبال او التنافس على المشاركه في مشروعات استثماريه في مصر بنسق مختلف عن الماضي. يعني احنا زمان كان الاستثمار بيقول لك استثمار مباشر هو الاموال الساخنه، ايوه اذونات خزانه، سندات، اسهم، حاجه كده. النهارده بنتكلم بدل الاموال الساخنه بنتكلم عن الاموال الساكنه التي تسكن الوطن، مصنع، مزرعه، بحث علمي وهكذا. فالنهارده احنا اعدنا تعريف الاستثمار في مصر لاول حاجه. جميل. ونظرا لظروف الاسواق الناشئه اللي احنا منها، احنا سوق ناشئ بالمناسبه، وعدم الاستقرار في اللي حوالينا، ابتدت الناس تفكر في مصر. لما شافوا مكانه مصر، خد بالك اللي بيستثمر في مصر ده مش عاوز مصر بس، ده بيتكلم في مكانتها افريقيا وعربيا. يعني انت في مصر هيبيع لافريقيا من غير جمارك باتفاقيه الكوميس، ويصدر للدول العربيه برضه من غير جمارك باتفاقيه التجاره العربيه، مش كده؟ فاكتشفوا انه عاوز تدخل الى هذه المنطقه، مصر هي المدخل الصحيح. البوابه المصريه. البوابه المصريه مش بس، يعني انت مش بس مميزات ماليه، او طبعا احنا عندنا مميزات ماليه هايله ودعم وطاقه، فايض طاقه واراضي ببلاش لو في الجنوب، في جنوب مصر في الصعيد، واراضي موقع لا مثيل له اللي هي اقليم قناه السويس. لا كمان تمام، مكانه مصر، المكانه. انت النهارده مش في استثمار المكان، في استثمار المكانه. مصر دولة رائد وقائد وكمان حكيم. انت شريك حكيم عاقل، غير الشريك الثاني التركي مثلا اللي هو كل شويه بقرار يستفز الناس والناس تستفزه. صحيح. الحكايه بقت مش مضمونه. صحيح صحيح. فدي الزياره. ننقل على الاجتماع وزير الماليه ودوله رئيس الوزراء مع سياده الرئيس. تمام. الاجتماع ده انا اولا خلينا نقول انه من جرد الاصول المصريه اللي هو حصل السنه اللي فاتت اعدادا لصندوق السياده، اتضح انه عندنا موارد تريليونيه واصول تريليونيه. اداره هذه الموارد لم تكن اقتصاديه. اولا ما بتحققش العائد الكافي، وما بتصرفش التكاليف المناسبه، بتصرف كتير والعائد قليل. اتخذت خطوات مهمه جدا جدا، والعديد من القرارات لضبط الانفاق الحكومي ده مهم جدا، ايضا تشجيع دعم كفاءه التحصيل الضريبي ودعم عدم التهرب، يعني مكافحه التهرب الجمركي وخلافه. بس يمكن معلش يا استاذ ايهاب، يعني زي ما قلنا احنا العنوان الابرز لهذا الاجتماع هو التحسن، التحسن الملحوظ في السيطره على العجز. نتج عن اللي انا بقوله ده ان انت حققت فائض اولي. فائض اولي، كلمه فائض اولي عشان الناس تفهمها، فائض اولي يعني مصروف ايراداتي اكبر من مصروفاتي لاول مره من غير فوائد الديون. لما بدفع فوائد الديون طبعا الدنيا بتختل، لكن اكيد بس هو العجز في الميزانيه او الموازنه عفوا السنه اللي فاتت كام؟ عجز الموازنه كان تجاوز قرب من 9% من الناتج القومي. اكتر من 9% من الناتج القومي؟ اظن 9. يعني في هذه الحدود، يعني احنا مش بس سيطرنا على العجز في الموازنه ولكن حققنا فائض اولي. فائض اولي،
ما احنا بنتكلم عن من يوليو لديسمبر مش كده؟ لاول 2018. مره اللي دخل جيبك اكتر من اللي صرفته. ايوه عشان بس الناس يعني اللي زي اللي ما يفهمش في الاقتصاد شويه يعني نحاول نقرب المسافات. دخل جيبي اكتر من اللي صرفته لاول مره، انا لميت مصاريفي وكمان زودت ايراداتي. فالاول مره ايراداتي اكتر من مصاريفي، صحيح لما بدفع فوايد الدنيا طبعا بتتغير طبعا. لكن انا لاول مره يا فندم يدخل جيبي اكتر من اللي بيخرج منه، انا كنت دايما بصرف اكتر من اللي بيجي لي وبندين كل سنه. يعني معناها دلوقتي يا استاذ ايهاب انه في يعني حوكمه في الـ في الـ في, الـ إلى درجة في الاداره جداً. الى درجه كبيره جدا. واظن الاجتماع الحالي وده مش خبر مش معلومه لكنه يعني توقع ايديكيت الجاسم كده لو طلع صح يبقى سبق صحفي. اتخيل انه تم النظر في نوع من التحفيز الضريبي او استخدام الادوات الماليه للتحفيز النمو الصناعي والتصدير. يعني زي ايه مثلا التحفيز الضريبي؟ زي ايه؟ زي انه مثلا يزود دعم الصادرات الصناعيه او الزراعيه فيشجعنا بدل ما نروح نحبس فلوس في شقق مقفوله، 12 مليون شقه مقفوله في مصر، ان احنا نفتح مصانع ومزارع. زي انه يزود الشريحه الضريبيه او الجمركيه على المستورد. زي ما عملت في الدولار الجمركي في بعض السلع الاستفزازيه، ما هو ما ينفعش يبقى معايا فلوس اروح استورد توك وشماريخ وبلالين واقول ان ده نشاط تجاري، لا ده نشاط مضر. فلازم ازود لازم الاداه الماليه تتدخل، بينما انا راجل مصدر اقول لك لا خد اعفاء ضريبي، لا ده انت كمان خد دعم صادرات عشان تشغل اسود، تجيب لي عمله حره وتوازن وخلافه. طيب هذه يعني المؤشرات الإيجابية وشهادات المسؤولين الأوروبيين سواء كانت شهادات صادرة عن مؤسسات مالية معتبرة في أوروبا وفي الغرب عامة، وسواء كانت يعني ترجمة ل يعني عمل الحكومة وعمل الفريق الحكومي المختص، لكن ده كله بيصطدم أستاذ إيهاب ب المشكلة المشاكل عندنا في مصر وهي الزيادة السكانية. وانا يمكن بنتهز الفرصة دلوقتي واطلب من زميلي صفوت انه ينزل لنا دلوقتي على الشاشة كالعادة الساعة السكانية عشان يعني لكن هذه الزيادة السكانية مع المجهودات والمساعي اللي بتعملها الدولة بتلتهم للأسف. اهو زي ما حضرتك يمكن شايف او انا هقول لك 98,177,404 مواطن مصري ومصرية، ده احنا بنتكلم عن الداخل فقط، وانا بسجل دلوقتي عشان بعد شويه هنشوف هذه الزياده هتبقى قد ايه. عندنا حاجه صحيح. هو شوف مساله الزياده السكانيه الحقيقه اقول تفسير كده اقتصادي يمكن ما يعجبش الناس. انا اظن ان نظام الدعم العشوائي اللي كنا عايشين فيه احد اسباب الزياده السكانيه، لان ما حدش كان بيدفع التكاليف الحقيقيه للمعيشه. بيخلف 6-7 عيال بيتعلموا ببلاش، بياكلوا ببلاش، بيسكنوا ببلاش، بيتعالجوا ببلاش، كل حاجه ببلاش، هو مش دافع التكلفه الحقيقيه. لكن النهارده لو دفع التكلفه الحقيقيه للانجاب اظن بعد ما يترشد الدعم صح ده اظن الناس هتلم ايدها شويه. نعم اظن كده، لانه وبالمناسبه احنا مش الدوله الوحيده اللي عملت كده ولا الاولى اللي عملت كده في مساله ترشيد الدعم. ومن ثم ما هو اللي بيتكلم في الموضوع ده بنفس السياق اللي حضرتك بتطرحه يبقى بيعرض نفسه لانتقادات حاده جدا. والله يعني بقى الاجر على الله، احنا بنقول الراي العلمي بالامانه. نعم. وخلاص صحيح. يعني الحقيقه دي حقيقه ده صحيح، ما ينفعش ننكرها. كان الطفل المفروض يكلف حضرتك لما تنجب طفل جديد يكلفك نص راتبك. نعم. تنجب طفلين يكلفوك راتبك كله، تنجب الثالث مش ممكن. أنا لكن انت كنت بتنجب 6-7 عيال وما يكلفوكش حاجه تقريبا. نعم. انا بشكرك شكرا جزيلا الخبير الاقتصادي الاستاذ ايهاب سمره، شكرا جزيلا.